السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوالي يوتيوب شانل كان يبيلي جينا ما انت درسي جينا حكا شي كان دونا prepositions of time prepositions of time وحاوى on, in, at, for, since, till, until, ايو باي ان شاء الله ما درسي جينا كوها ساكا شي كان نددك انت اقوبة ده ويكو خلطان ودرسي مهيمة for example in you on والسلوخ حطا مركز سيخلا دالو شيئا For example, وحورو بينو دهو on January ودهيا on January لدهنا وقالت in January لدها For example, معنيا شو ده يو درسي جمانت إن شاء الله بأيكا كشاكرة دونا يسل لو استعماله كسو دوا درسي جينا أم بلاونو Prepositions of time وحاواي on, in, at, for, since, till, or until, إيو باي Preposition of time on حلال استعماله انت وقو بدن مال مياشا ايو تاريخ ياشا For example We are leaving Jordan on Thursday يعني Jordan باكا بحضونا غورما مال انت خميستا مال انت خميستا مال انت مردحنا on بلال استعماله Example كنك لو حاواي We move it to our new house on 8th of August يعني قوري جانا عصوب بان اقورني غورما ما كي تاريخ ذا أهيد سديد ذا أوغست on 8th of August يعني أني تاريخ فان كشي كي so on 8th of August بانهايا on بالا استعمالايا on مال مياشا إيو تاريخ ياشا لا استعمالها إلاوينا preposition كينا كلا وحاوا preposition of time in in وحلا استعمالا سند حلي أسبوع بال إيو قرني سند باربانا كشي كيو For example, we visited Paris in 2007. يعني أنا كا وان زيارنة قرما باريس زيارنة قرما مكي إهي سنة كا لابا كوني يتضبا in 2007. ميسي وحاربنا دو أنيقا محان دشت سنة كاس I born in 1999. إزابة كنكا لو حاوا John will come home in winter. أنيقا حلي باربنا كشيكي يسو in بالا استعماليا. جون با إيمان دونا غريغا غورما in winter يعني قبوبها و إيمان دونا in winter إزامبير كنكا وحاواي Columbus discovered America in the 15th century The 15th century قرني بان كشي كانيا يعني قرني قشني توبنات بان رهني با Columbus كشي في أمريكا so حان استعماليا in the 15th century إزامبير كنكا وحاواي Sally traveled to Dubai in April أبريل وابل إن بالا استعمالها so Sally traveled to Dubai in April I eat breakfast in the morning سيدو كرة تورالي إن وحالا استعمالها وقت ياشا أو مالين تأود حيث for example حنكا وضا يعني صبح ذي مثل دوهر كي وحاسة سمية ربتنا تراهيد وحالا استعمال انتو قبضا إن I eat breakfast in the morning or in the afternoon عليه كارتا لكن ما كده هو يحبين انت بدل حلا استعمالا at night بعد هسا example كنا كنا وحاواي I will see you in 3 minutes سيدو كده تاوى واح قد مهم سن example كان I will see you in 3 minutes يعني in حلا استعمالا سيدو كده وقت ياشا او عانكا لك أنا كأنت أقول بدل محنا هنا تغيو جدهد وكو إيمان دونا مثل لبا تغيو جدهد مثل لبا مالين هل مالين صدح مالين ووقت ياشا أو عانكا أو دتك يعني اسكو شيخ شيغان إن بالا استعمال أنت أقول بدل For example I will be there in 2 minutes مثل I will see you in 2 days I will be there in 2 minutes I will see you in 2 days Like إن بالا استعمال أنت أقول بدل وقت ياشا أو عانكا أو الاستعمال preposition كنا كلا وحاوا preposition of time at حل الاستعمال انت وقوبة دان ساعة ياشا يعني ساعة ده قار كأه أو مال انت أه أمسا مركزة الماما يو وقت قار أه أو مال انت أه for example يعني ساعة محددة للاستعمال at for example أحمد visited me at 5 يعني أحمد با يسو زيارتي قورما مكي ساعة ده أهد شنتي يعني وقت محدد واي ووقت قاس بو إيه ما ذي بعرفتين أتعد at 5 example كلا وحاواي I will talk to my father at dinner يعني
أبي يبقى لها الدونا قورمة مكان عشان الدونا، يعني وقتي أو محددة ويا وقتي عشرة. at dinner, at lunch, at breakfast. وانده كرنا إجزامة كرة وحاواي. I saw Ali at the party. يعني بارتي بكون داعي وقت محددة ووقت قارئة. وقت قاس هلا استعمالية at، يعني وقت قارئة وقت محددة، يعني وقت محدد ك أو قارئة هلا استعمالها at. Proposition كنا كرة وحاواي since. Proposition of time since هلا معناتها تن إيو، يعني وقت سيقا ودعي إلى هدنا مرهور ودعي إلى هدنا وصعدا إلى معناتها. For example, we have been learning English since grade 1. يعني وحان بلونه دراسة اللغة الإنجليش كا غورما مكان grade 1 فصل كا grade 1 مكان أهين إلى هدنا وبرانا، يعني وحان بلونه إلى هدنا تاني إيو grade 1 إلى معناتها. We haven't met since last year. ما نسألن إلى غورما we haven't met since تن إيو سند كهوره تن إيو سند كهوره ما ننس أرق. Proposition كنا كلا وحاوية Proposition of time for. For وحلا معنى تهي مركة لشيء إيو إنت وقتك أو يهي. For example, Sally has been talking on the phone for 3 hours. يعني سالي يحكو هالليس تلفون كا صدح ساعة دود، يعني for 3 hours. For 3 hours بيكو هالليس يعني ساعات محددة شيء إيو أو وقتي انتو أها باربعين أشيغو فور بالاس سعمالا. Example كنا كانوا حاوة we travel to visit Egypt for 4 days. We travel to visit Egypt for 4 days. يعني أنا كا إيجيبت با أسافرني أفر مال مود بس أسافرني، يعني وقتي عن شيء يا وقتي محدد عن شيء يا أو انتو يهي 4 days. why Proposition كان كلا وحال Proposition of time until. until حلا استعمال ما كان بتينا الشيء كتب دماتك وقت فعلك، يعني for example أصلا في رنو we waited you until you showed up. وانكو سوغنا إلى أو وقتك إلى أو وقتك أصاب حدا أنكو أرقني we waited you until you showed up، يعني until إلى إلى معناتها. example كلا أصلا في رنو she won't come back until July. يعني أيضا ما يماني دونت إلى غورما إلى جولاي، يعني إلى معنى هسه إلى معنى تهاي الصومالية until you show up until July، يعني وقت يقى فعلك ودماني دونو بوتوسيا. proposition كان كلا وحاي proposition of time by. by وحلا استعمال ما كربتين الشيكتيد وقتي أن لا دافي كرين. for example وقتي جاس ما دافي كرتيد وهو come to school. for example استفير إنه come to school by 7:30. come to school by 7:30 هذا تين مادة 7:31 يعني معلمك أكو قيرن كرا وده كرا محا أصور ده هذا. for example so ما لا دافي كرا وقتي جاس by 7:31 تين مادة by يعني وقتي أن لا دافي كرين. إذا ما كنا كاستفير إنه she promised to buy me the money by tomorrow، يعني أيضا وإجابة لنقاضي إن العقد إيسو عرسو قورما بيري by tomorrow، هاي العقد إيسو عرسو ويدا بيري يعني ومشكلة، يعني وقت جاس ملا دافي كرو by tomorrow ملا دافي كرو إلا معناتها هاي by. درسي أنا إنت أسوأها وحن رجينا إنا تفهمتين سؤال ياشي إن كومنتين كيسو قرأ إن شاء الله وأرك دونا. and thanks for watching. وأكون هالسنتين داوشة دوعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.